بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا يقول وقوله الحق: ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها المباركون، أصواتكم سعادة. وربنا جل وعلا يقول وقوله الحق: ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أصواتكم شهادة، أصواتكم شهادة، فلا تشهدوا زورا واخرجوا إلى التغيير يرحمكم الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تشاركونا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، وأيضا عندنا أرقام اثنين غير هذني اللي تقدرون تتصلون بينا من خارج ومن داخل العراق. ذني الأرقام الاثنين اللي تقدرون تتصلون بينا عليهم، فعدكم ذني رقمين ورقمين للداخل، أربع أرقام للاتصال. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا، هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل عليه أي مكالمة. أي شخص يتصل بينا على الواتساب ما راح نقدر ناخذ اتصاله وما راح نقدر نسمع رأيه. فاللي ما يقدر يدق علينا على أرقامنا الأخرى يقدر يدزلنا رسالة على الرقم اللي طلع اللي هو رقم الواتساب، نقراها بالدقائق الأخيرة في حلقة اليوم. اليوم 10/10 انتخابات قالوا عليها السياسيين هي انتخابات مبكرة، بس شنو المبكر بيها ما حد يدري. كل اللي صار بيها انه هم سووها قبل شهرين من 2022. البرلمان صار له 4 سنين، والسياسيين صار لهم 4 سنين، والدورة الانتخابية كملت. لكن المفروض انه هذا اليوم هو عرس، المفروض انه هذا اليوم هو فرحة لكل ابناء الشعب العراقي، المفروض هذا اليوم هو اليوم اللي ينتظرون بأبناء الشعب العراقي اتخاذ قرارهم بمن يصلح ومن لا يصلح، اتخاذ قرارهم بمن يبقى ومن يرحل، أن يعطوا رأيهم باللي صار بال4 سنوات الماضية. هذا اليوم اللي من المفترض أنه أبناء الشعب العراقي ينتظروه يوم يوم حتى يقيمون أداء الحكومة ويقيمون أداء السلطات ويقيمون أداء الكتل السياسية ويشوفون شنو اللي تنفذ من البرنامج الحكومي. بالمقابل يجي هذا اليوم المفروض السياسي خايف والمواطن بحال صدر، المفروض السياسي يطلع بالتلفزيون ويطلع بكل مكان يتوسل حتى الناس تقبل به، طبعا إضافة إلى عمله. هاي ده أحكي لكم بشكل، لو كان العراق ديمقراطي، لو كان العراق مكان سوي، لو كان العراق بشي صح، يعني لو كانت الدولة العراقية دولة والحكومة العراقية حكومة، ولو كانت أكو سيادة، ولو كان العراقيين يحكمون نفسهم بأنفسهم، كان من المفترض أنه السياسي هو اللي خايف اليوم والمواطن ما خايف. لكن اللي دا يصير عندنا اليوم هو العكس. أقصى التقديرات تقول أنه المشاركة بالانتخابات أقصى حد تخمينات 15%، وتطلع لنا الأمم المتحدة ويونامي والسياسيين يقولون الاعتراف راح يصير ما كانت نسبة المشاركة 15%. يعني أكو 85% من اللي حق لهم الانتخاب اللي ما راحوا ينتخبون، هذول رأيهم ما مسموع. رأي الأغلبية بالانتخابات هاي ما مهم، بس رأي الأقلية هو المهم. رأي الأقلية وخلونا نخلي بيها نقاط. أكو بيهم معدمين، وأكو بيهم مجبورين، وأكو بيهم مهددين، ولا تجون عليها إذا تشوفون الرأي العام بالشارع العراقي. فالشعب العراقي 100% مراضي مع بعض
الفئات المنتفعة، دول خلوهم على صفحة، لكن باقي الشعب 100% مراضي. لا الشعب العراقي عنده رعاية اجتماعية ولا رواتب ولا خدمات ولا صحة ولا زراعة ولا صناعة ولا تربية ولا تعليم ولا مناهج ولا بناء ولا إعمار، ولا عنده كم من الرفاهية بحيث أنه يرضى. احنا اليوم بالعراق إذا أريد نفكر بيه، العراق ايش بيه؟ بيه نازحين، وبمعتقلين أبرياء، وبناس تدخل السجن وتقعد 5 و6 و7 سنوات وهم ما معروضين للمحكمة وما محاكمين أصلا، بس هو مسجون. وبفساد، وبفساد، الفساد يتقسم إلى عدة أقسام: فساد إداري وفساد مالي وفساد أخلاقي وفساد بالدولة وفساد بالمؤسسات وفساد بالصحة وبكل مكان. شنو بي بعد؟ بسرقة المال العام، بسرقة قوت الشعب، بالحصة التموينية اللي كان العراق هو منفرد بيها كدولة، دولة تعطي الشعب العراقي حصة تموينية شهرية تكفيه هو وعائلته من 16 مادة، حتى هاي باقوها. ليث من بغداد، حياك الله يا ليث. زيد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. زيد مو ليث. زيد من بغداد، حياك الله يا أخوي. حيا ودوم، شلون استهدف، شلون صحة؟ أهلا بيك يا الغالي. صوتي واضح؟ جدا. استهدف بالنسبة للانتخابات، والله أنا بمنطقتي أشوف المشاركة جدا ضئيلة. يعني إيش قلت؟ يعني يتعدون على أصابع اليد بس الكلاب زمهرير اللي وقع حشوك. نعم. واللي وبعض الاشخاص اسالهم اقول له ليش رحت، يقول لي والله حققت الورقه مالتي وارجع. يعني هم ما راح ينتخب احد، اللي من راح من ضمنهم مو كل اللي شاركوا راح يصوتون لهاي الاشخاص. يعني وكل ضربه بس حتى نفتهم انه بعض المشاركين قالوا لك احنا رحنا بس على مود يعني صوتنا ما يروح لغيرنا. ايه بس يسقط الورقه وهذا هو يضرب عليه علامه اكس كراز. نعم. إيه والله استهدف وبعض المنتفعين. يعني أنا طلعت في الشارع بسيارتي فواحد صاعد وياي جبته الطريق الشر لأن ما تعرف اليوم ما في سيارات، فوقفته جلسه قلت له وين رايح؟ قال والله أنا جاي من الخضراء، لأن أحد النواب بعثني براتب ولزم شاربه وقال له راح أسوي لك راتب وأنا هسه رايح أنتخبه. وخبر هذا خبر النائب قدامي يعني وحكى وياه، قال له امشي، قال له انا 20 صوت، هو كذب بس واحد، قال له 20 صوت راح نعطيك، هو كذب شخص واحد صعد وياي. نعم. يا اخي يوعدون الناس برواتب وفلوس وسعر الصرف وهذا الكذب على صار سنين، هذا الشيء يا اخي يعني والله العظيم راح اكمل السالفه. شعبنا بعده ما واعي، قسم من الشعب مو كل الشعب بس من الشعب ما واعي بعده، يعني من كل ظن تعقله ان هذول الناس السراح الحراميه اللي وعد وعود كاذبه انهم راح يسووا له حال، ما راح يسووا له حال يا اخي. نعم يا اخي احنا من سيء الى اسوء بيد الاحزاب بالله. يعني المالكي يريد يعيد هذوله شعاره سنعيدها دوله عبد الحكيم، نريد دوله. يا شوان انت كنت عن الدولة يا حبيبي هاي السنين كلها، شو من سيء الى اسوأ، 8 سنوات انت المالكي سويت انت 8 سنوات دمرت البلد، دخلت عليه عتات البشر وتاليها دمرت المناطق، وبيننا وبينكم وبيننا وصف الحسين وصف يزيد، وانت انسان طائف يا اخي، الشعب ما يريدك يا أخي. نعم. والله دمرونا دولة، دمرونا الشعب، شو كنت يوعاني؟ رسالتي للشعب، الشعب إذا ما يوعى والله هو هاي فاتت هاي الفرصة بعد، أنا ما أدري، المفروض أسقطهم قدام الرأي العام كلهم دولة حتى ما أروح أواصل. أنا والله منطقة ثاني من الناس، أنا من الناس مسؤول أمام الله، ما أوصلك ولا أروح ولا مرة بحياتي رحلتك. والله يا أخي استهدف هذا الشعب بعضه
يعني بعده جاهل يقول لك انت شغيه، قالت انه روح انتخب الافضل، هو الافضل جاء ويل مو افضل، شلون راح اقلع مثلا؟ هو السيء جاء هذا الجديد جاء من السيئين القدماء، والقدماء جايين الاقدم منهم. ومثل السرطان قده سرطانيه هذول يا اخي، والله تدمرنا دمرنا البلد، لا بي كهرباء لا بي ماء لا بي صحه لا بي اي خدمات، ما بي بس بي لصوص وسرقه وسرقه اموال الناس. ابسط شيء هذا مع الكاظمي، سعر صرف الدولار صعد على المواطنين، والمواطن يكد ليل بنهار حتى يعيش عائلته ما يقدر. والله هذا هبل يعني، الدينار قام ما يلم والله. نعم احنا ما كسب لا رواتب لا شيء، منين نجيب احنا؟ يعني بس هم بهاي دعايتهم الانتخابيه يعيش العراق مده سنتين، بس بهاي الدعايه الانتخابيه. ليش هم وقت الفلوس الدعايات مالتهم يطلعوها، ومن الشعب يريد العلاج مثلا شخص يريد العلاج يروح على وزاره الصحه يساعدوه ولا يصدون عليه ولا ينتبهون عليه؟ يا اخي هذا الشعب له شغل. نعم وانا اشكرك. شكرا 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 لك اخ زيد. اسامه من كركوك، حياك الله يا اسامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله والكرام. شلونك اخوي؟ حبيب قلبي الحمد لله، انتم شلونكم؟ اشكرك على هذا البرنامج، اول مره اعزي نفسي واعزيك واعزي العراقيين على هاي الانتخابات. نعم على العراقيين اللي يلبسون الثياب السود. هاي الانتخابات راح تنتج لنا مجلس نواب، العفو مجلس نواب جدد، ما راح يتغير شيء، نفسهم هم الباقين، هم اللي ما راح يفوز راح يخلي اللي ينيب عنه بس السرقات والبوق، ما راح يتغير شيء. حال العراق ما راح يتغير بسبب قانون هذا الاحزاب، ما راح يتغير اي شيء. طيب اليوم انتم بكركوك اخ اسامه، يعني اذا امكن تنقل لنا الصوره انه وضع الانتخابات والمراكز الانتخابيه، الناس شاركت ما شاركت، اكو خروقات، اكو عطلات بالاجهزه، هاي نريد نعرفها. الخروقات موجوده، والاجهزه اول ما راحت الناس تنتخب في الصباح الباكر جهاز الاجهزه عاطله، شايف ايش قصه؟ يعني شنو شغله المفوضيه؟ وكانه الشغله مقصوده، رحت وين ما رحت يقول لك معنى، رحت وين ما رحت هي نفس الشيء محسومه لهم. ما راح تغير شيء استاذ. اي نعم. اكو عطل بالاجهزه مال صناديق الاقتراع؟ العطل موجود، النص كان عاطل الاجهزه، رحنا ورجعنا، ما كان اخذ انتخابات. لا شنو اللي صار؟ اللي صار الناس رجعت ما حد انتخب. على يا مركز انتخابي رحت؟ مركز انتخاب التابع لمنطقتنا كركوك. نعم نعم. وهاي الانتخابات مسيسه الى حتى النخاع، ما راح جت ملاكه، هم نفسهم الباقين نفسهم استاذ اخر. نعم بس نعم. تغير بعض الوجوه. نعم نعم. وانا اشكرك على هذا البرنامج. لا العفو اخوي العزيز. ابو سميه من الانبار، حياك الله يا ابو سميه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. اولا اقول مبارك للاغلبيه التي خاضعت هذه الانتخابات الملوثه، واقول وصفه عار لهذه الحكومه او لهذه الاحزاب التي لم تتجاوز التصويت عليها 15%. لكن اول ما اريد ان ابدا به المساجد التي يقحموها في الانتخابات. نعم. وهي ما لها لا ناقة ولا جمل في هذه العملية الملوثة. والحمد لله طال وقته بحبر الانتخابات منذ السقوط ولحد الآن، وهذا بفضل الله وحده. لكن أتكلم عن المساجد التي أقحمت نفسها في انتخابات ليس لها فيها نصيب. ما دخل المساجد وما دخل الإمام والخطيب في مسألة الانتخابات؟ أنت دورك الوعظ والإرشاد وتوعية الناس في دينهم، أما أن تكون بوقا وهذا عيب عليك، وتبيع دينك بدنياك فهذا عيب عليك وستتحمل وزره دنيا وآخرة. نعم. فأقول لهؤلاء الخطباء ولمن أيدهم من الوقف السني المتخابر، لا بارك الله بكم وتبت لكم وفضفوكم على هذا العمل. الانتخابات التي كنتم أبواقا لها لم تحترم مساجدكم عند صلاة العشاء،
في احد مدن الانبار ولا اريد ذكر اسمها لانني ساكون في خطر لو ذكرت اسمها. نعم. في احد مدن الانبار عند اعلان فوز احد الداخلين في المراكز الانتخابيه بدات اطلاقات العيارات الناريه وبدات منبهات السيارات وزفاف. لحظة أبو سمية، يعني هسه أكو واحد عرف أنه هو فاز بالانتخابات قبل الفرز؟ نعم، هناك تسريبات على أن أحد الشخصيات قد فاز بالانتخابات. تقدر تقول لنا اسم الشخصية الفائزة منه؟ أخي الكريم، أنا أسف المدينة لا أستطيع أن أوضح اسم المدينة ولا اسم الشخص، أعذرني عن هذا الكلام. نعم، لكن شاهد الكلام شرحاً أنهم عند الاحتفال بفوز هذه الشخصية بدأت الزفات وإطلاق النار وقت الأذان، وقت رفع أذان العشاء ونحن سائرون إلى صلاة العشاء بدأت الإطلاقات النارية ولم يحترموا المآذن التي ترفع الأذان، بل وصل بأحد الناس الوقحين وصل بهم إلى إطلاق النار في باب أحد المساجد، وهذا بشهادتي. نعم. أطلق النار في باب أحد المساجد. نعم. نقطة أخرى، يضغط بعض المنتخبين من السياسيين من رؤوس السياسة يقول لك تعالوا إلى الانتخابات لكي نغير ونقضي على الفساد، والفساد قد خرج من تحت عباءتك. تغير من؟ أنتم منبع الفساد. تغير من؟ تغير زميلك الذي يجلس بجانبك في البرلمان؟ تغير عين كتلة الذي ينبع فسادا؟ تغير من وتضحك على من؟ على العباد أم على رب العباد؟ ختام الكلام أخي الكريم، هذه الانتخابات لا فائدة منها، ولو علمنا أن فيها تغييرا لشاركنا فيها، لكن نقول كلاما نهائيا الانتخابات ستنجح إذا كانت بإشراف أممي 100%، ولو شارك فيها فرد عراقي واحد مع احترامي للطيبين لن نقبل بها، وشكرا لبرنامجكم. شكرا لك اخوي العزيز، وشكرا لكل المتصلين. قبل ما اخذ هذا الفيديو، اكو بعض الاشخاص اللي يدزولنا فيديوهات وصور عن الانتهاكات اللي تحصل بالانتخابات على رقم البرنامج اللي تشوفوه امامكم للواتساب اللي يوصل هنا ما يقدر ينبث على الشاشه. اخواني الاعزاء، اي شخص عنده فيديو الشريط الابيض هذا الشريط الجو اللي بيه الاخبار اللي تطلع هسه، بنهايته اكو رقم اسمه نافذه انت ترى. كل واحد عنده فيديو او عنده شغله يريد يدزها للرافدين، يريد يبثها، يدز لنا اياه على الرقم اللي يطلع، مو هذا الرقم اللي بالشريط الابيض الجو. شكرا لكم. ابو زكريا من كركوك، حياك الله. حياك الله اخوي العزيز. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. التحية لك والكادر البرنامج وكل المستمعين الكرام، حياك وبياك أستاذ. بالنسبة لموضوع الانتخابات، نعم، بحلقات سابقة أكثر من حلقة أنا تكلمت وحكيت على موضوع الانتخابات، وذكرت قلت بأنه راح تكون أسوأ انتخابات بتاريخ العراق منذ تشكيل الدولة العراق. اللي أنا اليوم شفته من الجولة أنا تعرفت عن المقاطعة ونشوف المقاطعة اليوم، أكد لي طرف المقاطعة الحمد لله حصلت عليها اليوم، لأن كل الانتخابات أنا ما مقتنع عليها. نعم. على كل اليوم اتجولت شفت يعني نسبة المشاركة، أكو في مناطق يعني تجمهر، ونسبة المشاركة باقي المناطق يعني بشكل ضئيل جدا ضئيل. نعم. أما إجراءات الأمنية وإجراءات مراكز الاقتراع القريبة سادين الشوارع مخوفين العالم وعارف شنو كذا. فأني بأكثر من حلقة علقت على هذا الشيء. نعم. الشعب أيس 18 سنة ترى مو قليلة يعني، عرفناهم وشفناهم ونفس الوجوه. أبو زكريا، السؤال اللي يطرح نفسه اليوم أنه هو أنت قلت الشعب أيس والمتصلين واللي دا يدزون رسائل واللي دا يطلعون على مواقع التواصل الاجتماعي وينشرون، هم مبينين يأسهم هذا، لكن الأمم المتحدة والدول الغربية والسلطة العراقية أيضا يقولون إيش ما كانت نسبة المشاركة بالانتخابات، يعني لو 1%، يعني لو من 40 مليون 400,000 يروحون ينتخبون، عفوا 4,000 واحد يروحون ينتخبون، راح يعتمدون النتائج ويطلعون لنا حكومة. السؤال اللي ينطرح هسه،
إذا أعلنوا النتائج ب 15% نسبة مشاركة، الشعب العراقي شنو رأيه؟ الشعب العراقي شنو رأيه؟ الشعب العراقي انت رأيه قبل الانتخابات، انت رأيه يعني احنا 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 شعب عراقي انطينا رأينا. نعم. انطينا رأينا انه من شارك بالانتخابات نعرفهم ما وراهم نتيجة. وبالنسبة للأمم المتحدة، بالنسبة لمجلس الأمن الدولي، بالنسبة للمجتمع الدولي، يسمون نفسهم المجتمع الدولي. ليش هو الأمم المتحدة والمجلس الأمن مو هو اللي جوع العراق 13 سنة وفق قرار 598؟ مو هو اللي سبب لنا مشاكل داخلية وخارجية وجاب لنا الاحتلال؟ يعني هسه قامت الأمم المتحدة تدير شؤون الشعب العراقي، هسه ليش ما تروح تدير شؤون الهند؟ الهند اللي يتعدون على المسلمين ويسوون إبادة جماعية على المسلمين، ليش ما تروح تحاسب إيران وبرنامجها النووي؟ ليش ما تروح على غير بلد؟ يعني بس عندها همها العراق، والله هاي الطغمة السياسية الفاشلة تحكمه، وهذا هو حتى يعني ينفذون أنجدتهم من خلال ذول الأشخاص. فبالنسبة للشعب العراقي، إحنا كشعب إحنا نعرف الأمم المتحدة هي جهة مأجورة، هي من شان عندها إذاعة مونتي كارلو نعرفها. أخي العزيز، إحنا مو يعني إحنا واعين ونفتهم ونعرف بلدنا، واللي ما يعرف شنو سياسة بلده ما يستحق يعيش بهذا البلد. نعرف عن منو يدير البلد وشلون السياسات الخارجية التنفيذ داخلي بيها يا حبيبي. نعم. شكرا لك أبو زكريا. أبو علي من لندن، حياك الله يا أبو علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبو علي النجفي من لندن، حياك الله أخوي العزيز. أشكر الشعب العراقي الحر، أشكر شرفاء العراق، وطنيين العراق الأحرار، قاطعوا هذه الانتخابات الخزي والعار، ونحن سنشتكي على الأمم المتحدة وعلى مفوضية الانتخابات، لأنه نسبة الانتخابات، مشاركة الانتخابات 8%، وإذا باكر أو عقبة رفعوا نسبة الانتخابات سوف نشتكي على الأمم المتحدة وعلى ممثلة الأمم المتحدة بلاصقات هذه المرتشية، هذه الحرامية. أنا أشكر العراقيين الأحرار، سقطوا هذه الانتخابات الخزي والعار. أشكركم يا عراقيين، أفرحوا يا عراقيين، هذه الانتخابات الخزي والعار أسقطت شرعيتها. لا تمثل الأحرار ولا تمثل الوطنيين. كل من ذهب إلى انتخابات هم قطيع الأحزاب وميليشيات الأحزاب ولصوص الأحزاب ولصوص تيار الصدري ولصوص عمار الحكيم ولصوص المالكي. أشكركم يا عراقيين، يا شرفاء، يا أبطال، يا أحرار، قاطعتوا الانتخابات وجلستم في البيت. هؤلاء اللصوص المجرمين القتلة سوف نحاكمهم أمام الأمم المتحدة وأمام حقوق الإنسان وأمام المجتمع الدولي، وسوف نشتكي على هذه المرتشية، هذه العميلة الخائنة، هذه المجرمة السارقة بلاصقات ممثلة الأمم المتحدة. كل من شارك بالانتخابات 8%، أخي 8%. نحن من الصباح لحد المساء تابعنا وراقبنا الفضائيات كلها، 8% شاركوا بالانتخابات. لا نفعت معهم مرجعياتهم الخزي والعار، ولا أحزابهم، ولا ميليشياتهم، ولا حجداويهم. أنا قبل شوية أكو شخص يقول أعز الشعب العراقي، لا يا أخي، أنا أبارك للشعب العراقي الحر، نجحوا في مقاطعة الانتخابات الخزي والعار. الانتخابات لا تعني الأحرار ولا تعني الشرفاء. وشكرا. شكرا جزيلا لك أبو علي. أبو وطن من لندن، حياك الله يا أبو وطن. العزيز الغالي، عليك السلام والرحمة والإكرام، شلونك أخوي؟ الله يخليك. عندي إذا ممكن، عندي بعض النقاط اللي تتعلق بموضوع الانتخابات اليوم. تفضل أغاتي. بغض النظر عن من شارك بالانتخابات ومن قاطع الانتخابات، نعم، خلينا نتكلم اللي شارك بالانتخابات. إحنا ما لنا علاقة بجماعة إيران والمستفيدين، هذول خليهم على صفحة.
نتكلم عن اللي شاركوا بالانتخابات اليوم، يعني أنا متأكد الكثير منهم كان يريد تغيير هذه الوجوه الكالحة البائسة المجرمة اللي أجرمت بحق العراق، واللي ما شارك بالانتخابات هم حقه لأنه يائس من هذا من هذه الانتخابات والعملية السياسية العرجاء. فالطرفين لا يلامون بصراحة، يعني العراق بين المطرقة والسندان الشعب العراقي. لكن أكو لفت نظري مسألة جدا مهمة، من أهم المسائل من 2003 لحد الآن حدثت اليوم لم يتطرق إليها أحد، وهي وأتمنى التركيز عليها، وهي نعرف أن احنا الحكومة شقدر روجت والأحزاب روجت وشجعت ومسائل الترغيب والترهيب اللي تدعي الناس للانتخابات وهذا كله نعرفه. لكن بالفترة الأخيرة ركزت المرجعية بين قوسين اللي هي الراعي للشعب العراقي، واللي دائما هذا الكلام اللي يذكروه اهتمامها بالشعب العراقي، إيش قد ما روجت وحست الشعب العراقي على المشاركة بالانتخابات، ونعرف الأسباب الخفية من وراء هذا التوجه. مع هذا كل هالزخم هذا، وطلعونا اليوم ممثلين المرجعية يصوتون على مود يشجعون الناس، يعني إن حتى إحنا قاعد نصوت فأنتوا طلعوا صوتوا. رغم هذا أفضل التقديرات الحالية تقول أكو ناس تقول 8% 10 15 25 30%. طيب لما هسه خلينا نروح ويا تشربهم نقول 30%. نعم 70% اللي ما شاركوا، شنو معنى هذا؟ نعم أكبر معنى اللي يجب الالتفات إليه هو أن الشعب العراقي لا يلتفت ولا يستمع إلى شيء اسمه مرجعية. إذن يترتب على هذا بعد ماكو شيء اسمه سلمة للمرجعية اللي الدولة تمشي وراها، والدليل انتخابات الشعب ما أخذ برأي المرجعية 70% على كلامهم. إحنا نعرف أن أكثر من 70% ما أخذ برأي المرجعية وراح للانتخابات. إذن على أي أساس المرجعية تقودنا؟ والله حشد شعبي، والله حشد عشائري، حشد مدري إيش، والدولة لازم تكون دينية. على أي أساس؟ إذا أبسط الأمور انتخابات الشعب ما جرى وراها، على أي أساس تقودنا مرجعية؟ هاي مسألة يعني جدا مهمة. أكو بعض النقاط إذا تسمح لي يعني عندنا وقت، إذا تقدر تعرج عليها بسرعة تفضل. باختصار يعني الدستور يقول الشعب مصدر السلطات. نعم زين، الشعب اليوم تخلى عن استحقاقه. ليش تخلى عن استحقاقه؟ صح تسأل ليش؟ ما حد قال هذا من حالة اليأس والإحباط اللي شافها من خلال 18 سنة. يعني 2 مليون ما استلموا البطايق، حتى بطايق ما استلموا. أبو وطن وصلنا للدستور، هم صار لهم 18 سنة يخرقون بالدستور، تريد هسه اليوم يحترمون هالدستور اللي هم كتبوه ويقولون عليه ملغم؟ الزموهم بألسنتهم. 2 مليون ما استلموا بطاقات، 1.5 مليون ما حدثوا بياناتهم من غير اللي قارطعوا واستلموا وما ما ما شاركوا. شنو معنى هذا؟ نعم. هذا تصويت الشعب العراقي الحقيقي. نعم نعم نعم. شكرا لك ابو وطن. شاكر من القادسية، حياك الله يا شاكر. عليكم السلام، تفضل اغاتي. اخوي الانتخابات لا تبدل العراق ولا الشعب العراقي الا المعاناة هذه كلها. نعم يعني حتى واللي تقدموا للانتخابات من الاحزاب ومن الكتل السياسية والميليشيات الاخرى الى ايران هم اليوم على سنة هذه الانتخابات المدورة والكل خداع. الله وكلك حتى هذه النصوص الأقدام القوارب انتخابات انتخاب هذه الأقدام الموالية إلى إيران. نعم وضعت الكاعن شكوا أقدام شكوا قوارب انتخاب الأقدام وميليشيات الأقدام الموالية إلى إيران هم في سبيل يريدوا بقاء هذه القوارب موجودة على سنة حكم العراق. هم تاركين الواقع بعلت هذه الأخزام ومليشياتها بحق العراق غير المعاناة وغير السرقات بأموال أموال الشعب. لا لا يعني نذهب كل بقعة في العراق إلا تبقي خراب ودمار ومعتقلات
ودماء، وزارة السجون ممتنعة تماما للمعتقلين. نحن لا كهرباء، لا مياه على الشوب، مياه كلها ملوثة. لا لا، في البصرة، في البصرة ما زال تعاني حتى من مياه الحلوة، المياه الحلوة على الشوب كلها ملوثة. جلا مياه الأنهم ما زالت مغطاة للنظايات. لا لا، زين من اللي يقضى على هذه الاوضاع الحاليه والجاريه في البصره؟ زين بقيه المدن الاخرى لا تقل عن مدينه البصره. زين لا، ما المهم من كل محافظه والا صارت اوضاعها يعني اوضاع تعبانه، وبسبب هذه الاقدام والشحنه، وبسبب مرجعية الفساد والفساد، هم كلهم متخصصين في هذه المعاصي وفي هذه التلقاءات بأموال الشعب. السلام عليكم. نعم. شكرا شكرا لك أخ شاكر. أحمد من بغداد، حياك الله. أحمد. أحمد تسمعني؟ انقطع الاتصال يا الأخ أحمد. المشكلة اليوم اللي موجودة بالعراق أنه الناس أدها عزوف، الناس ما قابلة أنه تدخل للانتخابات ولا قابلة تطب للانتخابات. ومن تقرون الشعارات، يعني واحدة شارك وانتخب لعراق جديد. شنو شارك وانتخب لعراق جديد؟ ما حد يفتهم شنو العراق اللي انتم بنيتوه خلال 18 سنة، بحيث انه راح تبنون باربع سنوات عراق جديد. او يطلع لك واحد نور المالكي، ائتلاف دولة قانون، سنعيدها دولة. هو سلم الثلث العراق، سنعيدها دولة، شو سلم ثلثين؟ محمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. حياك الله أخوي العزيز. الانتخابات الحالية هاي بدعة ابتكرتها أمريكا لتخدير الشعب العراقي. نعم. إيران ما دمرت العراق، اللي دمر العراق هي أمريكا. سنة 2003 العراق تدمر من قبل أمريكا، أمريكا هي اللي دمرت العراق. نعم. اليوم أنا بيتنا مقابل أحد المرات الانتخابية. يعني بس أمريكا دمرت؟ أمريكا هي اللي سمحت للأعداء العراق، ما كان أحد عدو للعراق يقدر يتجرأ يدخل شبر لأراضي العراق قبل 2003. نعم. أمريكا اللي سمحت لأعداء العراق أن تدخل العراق. نعم. أنا بيتنا مقابل أحد المراكز الانتخابية الأضحوكة. اليوم أنا مراقب لأحد من بيتي، أراقب أحد المراكز الانتخابية من ساعة 8 الصبح إلى الساعة 12 الظهر. والله والله ما دخل بالمركز الانتخابي غير 2 أشخاص فقط. من أي ساعة لأي ساعة؟ من الساعة 8 الصبح أي إلى الساعة 12 الظهر 2 أشخاص أنا شفتهم دخلوا فقط لمركز انتخابي. وإحنا المنطقة مالتنا تقريبا بيها 700,000 شخص. نعم. وهذول الأشخاص لو نلتقي بيهم تلقيهم أحد موظفين عند الأحزاب اللي منتمين لهم المستفادين. نعم. الشعب العراقي شعب ما راح للانتخابات نهائيا، فقط الناس اللي مستفادة كم دينار يضحكون عليهم. المن انتخباني؟ انتخب محمد الحلبوسي اللي اشترى الزوجة نوار عاصم فيلا بعمان سعرها 5 مليون دولار. المن انتخباني؟ العراق انتهى من سنة 2003 وما يقيم لقائمة إلا بحالة واحدة، ثورة شعبية قوية من أبناء الشعب العراقي الأصلاء
ضد هذه العصابة اللي سيطرت على هذا البلد. هذا البلد نهته أمريكا سنة 2003، ما يقيم لقائم إلا العراق، هو اللي يسترجع العراقيين، هم نفسهم اللي يسترجعون العراق. الانتخابات بدعة وضحوكة، وكلهم اللي يرشحون للانتخابات ناويين بس يسرقون هذا البلد ويخلون أولادهم خارج البلاد. ويا شعب، لا تبليط لا خدمات، التعليم انتهى بالعراق. نعم. التخلف انتشر، التخلف، الجهل، الجهل فظيع. التعليم انتهى والتخلف انتشر. العراق كان رقم واحد بالتعليم بالوطن العربي سنة التسعينات. نعم. المدارس أصبحت مراكز للاقتراع للانتخاب الفاسدين، والشعب ما جاي يروح للمدارس هذه، فقط المستفادين اللي معينيهم ب400 ألف، 500 ألف يضحكون عليهم، لأن اللي متعين ب400 ألف هذا ساذج، هذا ساذج. البلد أصبح في حالة انهيار، اللي ينقذ هذا الشعب هو الشعب نفسه. لا تنتظر من دولة عربية نقذك، ولا تنتظر من بلد أجنبي يجي نقذك، أنت انقذ نفسك. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أخويا محمد، بس ما أريد يدركني الوقت. أبو زينب من النجف، حياك الله أبو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. هي هاي متفق في أنه لعبة كبرى وضحوكة كبرى على جدران الشعب العراقي. نعم. النقطة المهمة اللي ما حد تطرق لها، وهو أنه هذا انتخابات مبكرة كذا، وأنه تتفرع على فرعان، ألف إزالة الطغمة الفاسدة اللي متربعة في سدة الحكم من 2003 إلى الآن. نعم. وهذا ما حصل. وذا النقطة الأهم، وهي أنه الانتخابات تحصر بجماعة تشرين. جماعة تشرين ماكو 5 أو 3%، والسبب مو عزوف دولة، وإنما بدأوا بتهجيرهم، بدأوا بقتلهم، بدأوا بخطفهم، بدأوا بتهريبهم، وآخرها التهديدات، حتى قد اليوم قاموا يهددون بهم. يقول طبعا ينتشر الخبر، فليروح ينتخب دولة وعليهم رقابة يقتلوه. ومثل ما قال لك قبل شوية، العراق ما ينقذ بس العراقيين. صورة عارمة، والسلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. من كربلاء أبو علي، حياك الله يا أبو علي. الله يحييك سالي، شلونك شلون صحاب؟ أهلا بيك يا الغالي. أشكر كل عراقي شريف إن ما انتخب اليوم، إحنا ما انتخبنا اليوم. نعم. ولا نقص سبعنا بهذا الحبر مال السراق. وأشكر كل شريف عراقي العراقية اليوم إن ما انتخب. ونعنى على روح امه وابوه كل من لا 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 ابو علي، ابو علي بس خلينا هاي الالفاظ ارجوك يعني نبتعد عنها. نفس الوجوه استاذي، استاذي الله بالخير. الله بالخير عليك. الو، الدفتر على المحافظات من الشمال للجنوب للفاو. نعم. كلهم الصور كلهم نفسهم، هم هم. احنا ننتخب رجح الضيم ضيمين علينا، شلون ننتخب؟ ما ننتخبهم. اليوم المنتخب كل سياسي. ابو علي، بكربلاء نسبة المشاركة اليوم ايش قد كانت؟ او يعني شلون شفت؟ كلش قليلة، ما طلعت العالم استاذ، طلع العالم ما طلعت، بس المنتمي للاحزاب طلع. نعم. كلش قليلة، بس المنتمي للمالكي، الياسر المالكي، نصيب المالكي، التيار الصدري، احنا ما طلعنا. ما ننتخب احنا. نعم. وسماحة السيد عندي كلامي، يعني سماحة السيد علي السيستاني الله يحفظه. ألو. نعم. سماحة السيد علي السيستاني من قال اليوم لازم العراقيين يطلعون يجددون. هم شو يجددون؟ هم مرتبين الوضع قبل الانتخابات. نعم. سماحة السيد ليش ما يعطي فتوى يطلعهم هم؟ مثل ما أعطى فتوى وراحت الشباب الداعش. نعم. ليش ما يعطي فتوى للأحزاب يقول لهم كفاكم طلعوا؟ هاي الوجوه القديمة تطلع، احنا نريد من السماحة السيد بس هاي الحكاية. نعم.
والشركاء رحم الله والدي. شكرا شكرا ابو علي. بس تصحيح انه بعض الاشخاص راحوا للانتخابات، هذا راي حر للمواطن العراقي اللي يروح او اللي ما يروح، اللي يريد يقاطع ويقعد البيت هذا رايه وهو حر بي، واللي راح وانتخب ايضا هذا رايه وهو حر بي، فاحنا لا نسمح بالطعن لا بهذولا ولا بهذولا، كلهم ابناء الشعب العراقي. لكن السؤال اللي ينطرح اليوم، هم السياسيين لما قاعدين هسه يروجون الى انفسهم، شنو اللي قدموه لابناء الشعب العراقي وشنو اللي نفذوه لابناء الشعب العراقي حتى المواطن يروح ينتخبهم؟ يعني اليوم لما رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون تقول أنه نسبة المشاركة ضئيلة جدا، وأنا متخوفة من أنه العراق راح يدخل في أزمة إنسانية وسياسية نتيجة نتائج الانتخابات اللي راح تظهر بعد النتائج. زين أنت بالاتحاد الأوروبي ما بلغتيهم بهذا الشيء، وشنو رأيكم باللي صير أنه أنتم تطون أنه العراق راح يطب بأزمة؟ أنا مدى أفتهم الوطن العربي ليش الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بس يعرب عن قلقه لدخوله بالأزمات، لبنان يعربوا عن قلقهم بدخوله بالأزمات، العراق نفس الشيء، اليمن نفس الشيء، بس أنه ينفذون ويفعلون القوانين الدولية حتى يصلحون الوضع أو يعيدون الوضع أو يصححون مساره؟ لا. رسائل الواتساب اللي وصلتني، أعتذر بداية إذا أكو بعض الرسائل اللي راح أعبرها لأنه أكو كم هائل ديوصل من الفيديوهات اللي توصل للبرنامج، وعدت وبلغت أنه أكو رقم اسمه أنت ترى بالشريط الأبيض اللي يم الساعة جوا، وين كلمة صوتكم جواها، تقدرون تلقون نافذة اسمها نافذة أنت ترى، دزوا عليها. رسالة وصلتني تقول قامت الجوامع والحسينيات بتوجيه نداءات للمواطنين بالتوجه للمراكز الانتخابية بعدما حشروا اسم السيستاني بالنداءات ولم يتوجه أحد للمراكز للعلم مع التقدير. رسالة ثانية تقول قام سيارات الإسعاف وسيارات مدنية بتوجيه نداءات للمواطنين بالتوجه للمراكز الانتخابية الساعة 5 مساء في محافظة البصرة، لكن المواطنين استهجنوا الحالة والانتخابات فاشلة. أكو اتصالات كثيرة. رسالة ثانية تقول السلام عليكم وياك أبو عمر من الناصرية، هاي الانتخابات فاشلة وإحنا ما ننتخب أحد. رسالة ثانية دازلنا فيديوهات وخروقات انتخابية مثل ما قلنا دزها على نافذة أنت ترى. رسالة ثانية طرد هادي العامري من أحد مناطق بغداد، أتباع الصدر عفوا أتباع العصائب يضربون أحد الضباط نتيجة رفضه دخولهم وتزوير صناديق الاقتراع، وداز وياها صورة. أتمنى أخوي العزيز لو أقدر أطلع الصورة اللي أنت دزيتها. رسالة ثانية دازلنا فيديو بها همينا، أنا أعتذر منك أخويا. رسالة ثالثة السلام عليكم إخواني أعزاء، السلام عليكم قناة الرافدين البطلة، بالنسبة إلى كل واحد يروح ينتخب وأقول له تشرين تاج على الرأس، إحنا ما ننتخب وإن شاء الله إحنا منتصرين. رسالة ثالثة تقول المتصل اللي اتصل بيكم وقال لكم أكو واحد فاز أو أعلن فوزه، هذا واحد بعامرية الفلوجة. ورسالة ثانية همنا دازلنا صورة الضابط برتبة مقدم وهو مضروب وجندي لازم وجهه وخشمة، أتمنى أقدر أطلع هاي الصورة على الشاشة، لكن هاي حتى لا تقولون أنه إحنا ده نحكي. يقول هذه منع الميليشيات يعتدون على ضباط أحد المراكز الانتخابية في مدينة الصدر لأنهم لم يسمحوا لهم بالتزوير. مشاهدينا الكرام، مثل ما قلنا كان من المفترض هذا اليوم عرس لكل العراقيين، يوم ينتظروه العراقيين بفارغ الصبر حتى انتوج هذا الصبر اللي طول 4 سنوات بفرحة بنهاية هذا اليوم، وتنعلن النتائج والشباب والعراقيين يفرحون انه اكو امل. لكن المشكلة اغلب المتصلين اللي اتصلوا واغلب الناس اللي شافت الوضع الامل عندهم مفقود، السبب أنتوا تقدرون تجاوبون عليه. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة ببرنامج صوتكم باكر. في أمان الله.